يقول: في بلادنا الكثير من المحلات التي تبيع الملابس والمأكولات ولكن بالدين، ما حكم ذلك؟ وهل على هذا الدين زكاة؟ يجوز شراء الملابس والأطعمة والمواشي بالدين، ما يخالف. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا طعاما لأهله بثمن مؤجل ورهن درعه صلى الله عليه وسلم، يجوز البيع بالتأجيل، يجوز البيع بالتأجيل في كل ما أباح الله بيعه، يجوز البيع حالا ويجوز مؤجلا، لا مانع من ذلك، وأحل الله البيع، الأصل في البيع الحل، إلا إذا كان بيعا يتضمن شيئا من الحرام فلا يجوز.